شرحنا احنا ايش مفهوم الاقتران 1 تو 1، وقلنا انه كل عددين او كل عنصرين في الدومين مختلفين لهم صور مختلفه، والعكس صحيح. اذا جبنا صورتين متساويات في الدومين لازم يكون اصلهن واحد، مظبوط؟ يعني اللي هو التعريف والمعاكس الايجابي تبعه. طيب اخذنا برضو بيانيا كيف احكم على منحنى اقتران، انه 1 تو 1 بالهوريزونتال لاين تيست، اذا قطعوا على الاكثر في نقطه واحده هو 1 تو 1، اذا في اكثر من نقطه اذا مش واحد ده واحد. الاقتران نفسه ممكن يكون على مجال كامل مش 1 تو 1، لكن لو استقطعنا جزء من الدومين ممكن يكون 1 تو 1. طيب الان نروح لنقطه كيف نوجد الانفرس، كيف احنا نجيب انفرس لبعض الاقترانات. طبعا في اقترانات الانفرس تبعها بالتعريف بيجي مش احنا نستنتجه، لكن بعض الاقترانات اللي سهل علينا نجيب الانفرس تبعها ممكن نتعامل معها. ناخذ كمثال، ممكن ناخذها بصوره عامه، احنا بس ناخذها كمثال في الاول. Functions and their derivatives. مش مشكلة. الآن كمثال find the inverse function of f of x بتساوي 2x ناقص 1 مثلا. إيش الانفرس إله؟ في عنا طريقتين، في جبريا وفي بيانيا. نشوف جبريا. جبريا هو اقتران خاطئ، هو 1 تو 1 ضروري. انا معطيك اقتران 1 تو 1 من الواضح انه اف 1 تو 1 ليش؟ لانها اقتران خاطئ. ما دام اقتران خاطئ يبقى هو واحد لواحد. كلير اف معناها ايش؟ It has an inverse. فيش an inverse. an معناها ممكن تفيد أكثر من واحد، لكن إنها inverse واحد. طيب كيف بدنا نجيب الinverse اللي هو f inverse؟ أول حاجة ببدأ كالتالي، بأضع y تساوي الاقتران اللي هو بيساوي 2 x ناقص واحد. بدي أحل هذه المعادلة ل x، بمعنى اوجد اكس ايش بتساوي من هان، فبنقل الواحد هان بتصير 2 اكس بتساوي واي زائد واحد، صح؟ لانه قلنا الواحد بيجيني بالموجب، بعدين اقسم على 2 يبقى اكس بتساوي واي زائد واحد على 2 او نص في واي زائد واحد. لهنا هيك بنكون خلصنا حلينا لاكس، يعني جبنا اكس ايش بتساوي. بعد هيك نستبدل الرموز، يعني ابدل واي باكس واكس بواي، باجي بقول اذا واي اللي هي الاف انفرس اوف اكس بتساوي اكس زائد واحد على 2 او نص في اكس زائد واحد، تمام؟ طيب ليش هيك؟ احنا لان احنا متعودين لما نيجي نمثل هذا اقتران ولا مش اقتران؟ اقتران. الانفرس احنا لما قلنا الاقتران 1 تو 1 عشان يسمح لي اعرف الاقتران العكسي، صح؟ الاف انفرس عشان تكون اقتران اصلا لازم يكون 1 تو 1 بالضبط. انا الان لما بدي ارسم منحنى هذا الاقتران الجديد عندي بشتغل على محور اكس ومحور واي، فبنجيبها دائما واي تساوي اقتران في اكس، فبقول واي بدلاله اكس، يعني هيك مش هتمشي معنا إذا بدنا نبدل المصطلحات، فهنا بنعملها على الصورة الطبيعية. إذا هذا الاقتران هو الانفرس لهذا الاقتران. كيف ممكن أتأكد؟ في عندنا حاجة بنسميها معادلة، معادلات المعكوس أو الانفرس إيكويشنز ممكن نسميها. لازم يحقق عندي الانفرس الاف سيركل اف انفرس تساوي اكس، والاف انفرس سيركل اف اوف اكس برضه لازم تساوي اكس. طبعا عارفين هذه احنا تعني
f of f inverse of x. مظبوط؟ هيك هاد. هذا يكون x. هذا نفس الكلام. f inverse ل f of x. في الحالتين هاد لازم تطلع x. إذا طلعت x يبقى الكلام صحيح. فالآن أنا بدي أتأكد إنه هذه هي الانفرس لهذا الاقتران. بدي أجيب إيش؟ F سيركل F انفرس F سيركل F انفرس of X بتساوي F of F انفرس of X. صح؟ بروح على الF. الX اللي جواها بتضرب في اثنين وبتطرح واحد، يبقى اللي جوا الاقتران حضرب في اثنين واطرح واحد، صح؟ طيب الاف انفرس هيها يبقى اثنين، بدي اضربها في هذه الصيغه، بدها تساوي عندي اثنين في اكس زائد واحد على اثنين. هذه مين؟ الاف انفرس. هاي اثنين اف انفرس ناقص واحد، هذه مع هذا بضل عندي اكس زائد واحد ناقص واحد وتساوي اكس. اذا كلام سليم. ناخذ الثاني، ناخذ الثاني. بدي اخذ اف انفرس سيركل اف. لو اخذنا اف انفرس سيركل اف اوف اكس هنقول بتساوي اف انفرس اوف اف اوف اكس. اروح لقاعده الاف انفرس، ايش بتعمل؟ بتاخذ نقطة اللي جواها وبتجمع الواحد وبتقسم على اثنين، يبقى هذا حتساوي لي اف اوف اكس زائد واحد كله على اثنين. مظبوط؟ على القاعدة هذه. عوض عن f of x حطلع عند 2x ناقص 1 زائد 1 على 2. هذه مع هذه بتروح، هانا بديش اشيل الاثنين مع الاثنين، هذه مع هذه بمشي الحال، بصير 2x على 2 وتساوي x وهو المطلوب. اذا هذه فعلا هي inverses each another، كل واحدة معكوس للثاني او الانفرس للثاني. الان لو بدي اجيب الانفرس لهاد اكيد حتطلع هاد، أكيد هذا الكلام. طيب يبقى جبريا كيف بجيب الانفرس؟ باخذ القاعدة بفرض بدل الاف بسميها واي، بحل المعادلة لإكس، بعدين بنبدل الرموز بيطلع عندي قاعدة الاقتران العكسي. تمام؟ جبريا بيانيا كيف بنرسم منحنى الاقتران العكسي؟ نمسح هذا الكلام، في زيه أمثلة، محلول زيه. موجود موجود، هاي مصور كمان قدامكم، صح؟ طيب الآن لما بدي أرسم الانفرس فانكشن لهذا الاقتران، بديش أعمل جدول وأقعد أمثله لأنه اقتران خطة طلعت، لا، نعملها كالتالي. لأي اقتران 1 تو 1 او له انفرس بدي ارسم. اول حاجه بدي ارسم منحنى الاقتران 2 اكس ناقص 1، يعني واي بتساوي 2 اكس ناقص 1. لو حطينا اكس بصفر تطلع واي بسالب 1، لو حطينا واي بصفر اكس بنص. اوكي، طب لو حطينا واي بواحد اكس بواحد. لما واي بواحد اكس بواحد تيجي هان تقريبا، هاي واحد وهنا واحد، هان سالب واحد. طيب هاي النقطتين، هذول النقطتين بكفن عشان نرسم. هذا رسمة مين؟ واي تساوي اف اوف اكس. تمام؟ هذا اول واحد، اعتبروه عدل الخط. الان بدي ارسم الخط المستقيم واي تساوي اكس. هذه قاعده عامه، دائما لو رسمت الاقتران الاصلي جذر اكس بدي ارسم برضو واي تساوي اكس. الواي تساوي اكس هذه دائما بعمله خط هنا هيك متقطع، وبجيب صوره المنحنى اللي انا رسمته بالانعكاس في هذا الخط، بيطلع لي صوره الانفرس مباشره. كيف يعني؟ عشان اجيب صورة الانفرس لهذا الاقتران بدي ارسم الخط واي تساوي اكس. واي تساوي اكس، واحد وواحد. ايش بحط اكس؟ بتطلع لي واي. صفر وصفر، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أي حاجة. هاي
صفر وصفر بكفي النقطتين وبرسم. مش راضي يعدل هذا الخط المتقطع. الآن كيف بدي أجيب صورة هذا الخط بالانعكاس في الخط y تساوي x؟ مر عليكم كيف نجيب الانعكاس في الإعدادية على ما أعتقد إذا كان في عندكم تحويلات أو غيره. كيف بنجيبها؟ عشان أجيب صورة لو كان عندي منحنى وهي أي خط، كيف بدي أجيب صورة هذا المنحنى بالانعكاس في الخط المستقيم اللي عندي؟ ما كيف بدي أجيبها؟ هي المفروض أنا أتصورها كأنه في مراية ومحطوطة، هذا تطلع الصورة جوا. كيف بدها تطلع؟ الآن هاي هان، لا أنا بدي أرسمها، بدي أجيب الانعكاس لهذا الخط في المنحنى في أي خط مستقيم، وبعدين هطبق على الواي تساوي إكس. لو أخذت هذه النقطة صورتها بالانعكاس في هذا الخط، بنزل منها عمود وبمده على قدر استقامته، على استقامته بقدر طوله، يعني هذه قد هذا، تكون هذه مثلا، كنا نقول عربي بالعربي هذه ألف، هذه ألف شرطة، هذه باء مثلا. لو أخذت هذه النقطة باء، بنزل عمود وبمده على استقامته بقدر طوله، لو كانت هذه باء تكون عندي هذه باء شرطة، باخذ كل نقطة باخذها وبمد، بعدين بوصل بين النقط بطلع صورته بالانعكاس تمام بالصورة هذه. فأنا الآن لو بدي أجيب صورة الخط المستقيم 2x y تساوي 2x ناقص 1 على الخط المتقطع، بختار النقطة هذه مثلا. إذا كانت النقطة تقع على y تساوي x فصورتها هي نفسها، صورتها هي نفسها. لو أخذت هذه النقطة بدي أنزل عمود وهان تقريبا، بكفيني النقطتين هدول، برسم هنا هيك خط، بتكون هذه هي اللي هي y تساوي او f inverse of x اللي بتساوي لي x زائد 1 على 2 تمام. اذا لما بدي ارسم ال f inverse برسم ال f، برسم y تساوي x، هذا الخط المتقطع هو y تساوي x الخط المستقيم، بجيب صورة المنحنى y تساوي f of x صورتها بالانعكاس على y تساوي x، بكون حصلت على رسمة اللي هو f inverse. بكفي هذه. نروح ل كيف نجيب مشتقة ال f inverse، كيف نجيب مشتقة ال f inverse. طبعا المشتقة عندنا لها قاعدة معينة بنطبق عليها إن شاء الله. وين القلم؟ أوجدنا إحنا انعكاسات، قصدي الانفيرسز، لو f of x تساوي جذر x جبناها. أوكي أوكي، ما جبناش انفرس؟ بس ما اخذناش؟ اوكي اوكي. طيب هل نحن جبنا الان على اقتران الخطي كيف نجيب الانفرس تبعه صح؟ طيب هاي اقتران ثاني، واللي فايند of y تساوي x تربيع و x اكبر او تساوي صفر. لو ما حطيناش هذا الشرط، لو ما حطيناش هذا الشرط بكونش واحد واحد، وبالتالي ما فيش الا انفرس. اوكي بده الانفرس، y تساوي f of x تساوي x تربيع is 1 to 1. عارفين احنا ليش؟ مظبوط اخذناها قبل هيك، بقدر اثبتها بالاثبات، واثبتناها y تساوي x تربيع
الآن بدي أحل هذه المعادلة بالنسبة لمين؟ لإكس. مش قلنا بحط واي بتساوي القاعدة وبعدين بجيب حل لإكس. واي بتساوي إكس تربيع، تخلص من التربيع، إذن إكس بتساوي جذر واي. صحيح؟ طب المفروض لما باخد عشان تصير هذه إكس مفروض أخد زائد أو ناقص الجذر. بس عشان أيوه عشان إيش؟ عشان الشرط. وبالتالي مش هقول زائد أو ناقص واي عشان إكس ما تطلعش بالسالب. عشان الشرط لا عشان تكون 1 to 1. إكس بتساوي جذر واي. إذن الاف انفرس اوف اكس هي استبدل هذه واي واستبدل هذه باكس يبقى واي تساوي جذر اكس. إذن الانفرس لاكس تربيع هي واي تساوي جذر اكس. واحنا فعلا لو جينا نرسمها بيانيا هاي هنلاقي هاي الجذر وهاي واي تساوي اكس تربيع وإكس مالها أكبر أو تساوي الصفر. هاي الرسمة تاعته مظبوط وهذا رسمة واي تساوي جذر إكس. اتقطع وين؟ عند الصفر وصفر واحد وواحد. لأنه حط إكس حط إكس بواحد تطلع واي بواحد، حط إكس بواحد واي بواحد، يبقى واحد وواحد بحق المعادلتين والصفر وصفر نفس الكلام. وبالتالي أنا لما أجي أرسم الخط المستقيم واي تساوي إكس على النقطتين هذول. مظبوط ولا لا؟ فهلاقي هذه سوريتها بالانعكاس هي هذا. تمام؟ اوكي هيك احنا بنكون شفنا كيف نجيب يعني بعض الانفيرسز. بتلاقوا اقترانات في التمارين يقول لك اوجد الانفيرس لكل من الاقترانات التاليه وبتجيبوهن ببساطه. بحط واي بتساوي القاعده بعدين بحل لاكس بعدين بستبدل الرموز وبيانيا زي ما حكينا. نروح للمشتقة مشتقة الانفيرس فانكشن ديريفاتيف اوف انفيرس فانكشنز. مش قوي يعني بس الواحد لازم يتصور كيف شكل الاقتران الموجود عندي يكون افضل تصور يعني قصدي تكون دق عليها. لا مش كتير ديريفاتيفز of differentiable مش مشكلة derivatives of inverse functions. طبعا عشان اشتق اي اقتران لازم يكون قابل للاشتقاق ولا لا؟ أكيد. derivatives of differentiable inverse functions أو differentiable functions. أوكي. في نظرية بتقول لي if f has an interval i as a domain يعني لو كانت الf معرفة على domain مجال i and f prime exists والاقتران قابل للاشتقاق على هذه الفترة ولا يساوي الصفر. مجرد ما يقول لي انه المشتقة لا تساوي الصفر معناها في حاجة في المقام ولا لا؟ اوكي هيك بتتبادر للذهن. Then F inverse is differentiable at every point in its domain. فإن طبعا إذا كان الاقتران الاف معرف على دومين I والمشتقة موجودة على هذا المجال وضروري يكون 1 to 1 مضبوط؟ عشان يكون الانفيرس اكزيست موجود. فإن المشتقة موجودة و الانفرس موجود وقابل للاشتقاق على دومينه. ايش دومين الانفرس؟ دومين الانفرس هو رينج الاف مظبوط هو رينج الاف فقابل للاشتقاق على at every point in its domain اللي هو the range of f. The value of f inverse prime at a point b بده يجيب لي لو كانت عندي f of x لها انفرس f برايم اوف اكس بده يجيب مشتقة الاف انفرس عند نقطة بي. النقطة بي بدها تكون موجودة في مجال الاف انفرس والا كيف بدي احسب لها المجال؟ طيب بده يكون اذا كانت الاف انفرس اوف بي مثلا بتساوي ايه؟ هذا يعني ايش؟
ايوه مين اف ال اي بتساوي خذ الاف للطرفين خذ الاف للطرفين اف لهذه تساوي اف هذا هذه مع هذه قلنا معطينا اللي جوا بس اكس اللي بي بتساوي لنا مين اف ال اي اوكي فبده عايز يجيب المشتقه ل اف انفرس ات بي in the domain of f inverse in the is the reciprocal of the value هو مقلوب ال f inverse prime b يساوي مقلوب مشتقة الاقتران الأصلي محسوبا عند f inverse ال b مشتقة ال inverse عند b بتساوي مقلوب مشتقة الاقتران الأصلي عند F inverse B F inverse B بدون الشرطة تمام نشوف مثال نشوف مثال على هذا الكلام طيب طبعا F inverse of B تنتمي إلى دومين الاف ولا لا لأن F inverse هترجع ال B لوين لدومين الاف فبتكون هاي بقدر احسب عند اف انفرس بي اوكي اف اف اوف اكس اكزامبل الاقلام مش مساعده خالص اف اف اوف اكس تساوي اكس تربيع واكس اكبر او تساوي الصفر فايند اف برايم F inverse prime of X. تمام؟ solution. أنا حيلزمني في القاعدة F شرطة للاقتران أو للقيمة هذه. فبلزمني أجيب F شرطة. ممكن من البداية أقول أنا عندي F of X بتساوي X تربيع يبقى F prime of X تساوي 2 x حيث x اكبر اكبر من الصفر خلينا نقول صارت هنا المشتقه عند فتره مفتوحه مزبوط اوكي طيب الان بدي اقول f انفرس برايم عند x تساوي 1 على ايش f برايم عند f انفرس x صح هيك طيب f انفرس x انا مش جايب لها صيغه ممكن اشتغل من غير ما اجيب الصيغه تاعتها وممكن اشتغل اجيب الصيغه ممكن التنتين طبعا في امثله بقول لك بدون ايجاد صيغه الاف انفرس طيب طب من هان اف انفرس الاكس قلنا قبل شويه هي ايش جذر اكس صح ولا لا طيب يبقى هتساوي عندي 1 على اف شرطه لجذر الاكس هذه كيف جت؟ هذا عارفين ولا؟ واي تساوي واخذنا الجذر يبقى واحد على وتساوي واحد على اروح اعوض في القاعده تبعت الاستقرار ايش اللي جوا بضرب اثنين بيطلع اثنين على جذر الاكس طب هل هذا الكلام معروف عندنا مسبقا ولا لا؟ لو جبت مشتقة هذه مباشرة هيطلع عندي ايش؟ واحد على اثنين جذر اكس نفس الجواب يبقى الكلام صحيح طبقنا احنا النظرية لقينا انه بتوافق مع القواعد تبعت الاشتقاق اللي احنا عارفينها بس هنا استخدمنا ايجاد قاعده للمشتقه وطبقنا اسف للانفرس وطبقنا عليها عادي اذا ما حددش ايدك انت حره صح زي يعني في الامتحان ما بقول لكم اوجد معادله المماس راح اشتغل على التعريف مين قال لك يجيب المشتقه على التعريف من المماس ضروري بالتعريف ليميت وابصر ايش مشتقة الاقتران وخلص انت بتعدوا هذا ما دام انا هنا بقول لك اف اف تساوي فايند كذا جيب الاف انفرس جيب الاف انفرس وجيب مشتقتها خلصنا ما دام ما اشترطش علي اي حاجه ثانيه طيب مثال اخر قول لي لتكن اف اف اوف اكس تساوي اكس تكعيب ناقص 2
find df inverse على dx, df inverse على dx at هي مشتقة at x بتساوي 6 اللي هي بتساوي لي f الاثنين. ايش يعني؟ بدي انا اجيب المشتقة عند بدل البي اجتني الست الان. الست صح؟ اف انفرس الستة بتساوي اثنين صح؟ اثنين تساوي اثنين. طيب ما عليه. ايش بقول في السؤال؟ find without finding a formula for f inverse, بدون ايجاد صيغة للاف انفرس. طيب اوكي السليوسين. طيب انا عندي قبل كل حاجة f برايم of x هتساوي لي 3 x تربيع. تمام. الان اطبق القاعدة f inverse برايم للبي للبي ايش اقول للستة مباشرة سوى واحد على f برايم and f inverse البي هتساوي خلصنا. لما نقول اذا f inverse برايم عند الستة بتساوي واحد على f برايم عند الستة. لا f الستة f inverse الستة عند f مش هكتبها اثنين عند بدي اطبق القاعدة قبل f inverse الستة f inverse الستة مظبوط تساوي واحد على ال f برايم ايش بتعمل؟ تضرب في 3 في مربع العدد يبقى تصير عندي 3 في f inverse الستة تربيع صح هيك؟ طيب الان f inverse الستة قديش؟ بالضبط بنقول له هان بما ان اف الاثنين تساوي 6 خذ الاف انفرس للطرفين او خلي ال 6 بتساوي زي ما هو كتبها 6 بتساوي اف الاثنين اذا اف انفرس ال 6 بتساوي المفروض اف انفرس لاف الاثنين مش اتفقنا وتساوي 2 عوض عن هذه ب 2 بيطلع عندي 1 على 3 في 2 تربيع يعني 1 على 12 بدون ما اجيب صيغه الاف انفرس. ما جبتش الاف انفرس الى قاعده وطبقنا زي المثال اللي قبله تبع الجذر لا هيك مباشره على القاعده بدون ايجاد قاعده الاف انفرس. في سؤال؟ واضح الكلام؟ اعيد ثاني على السريع. هو القانون بتطبق عليه واحد اللي هي مقلوب مشتقة الاقتران الأصلي محسوب عند F inverse LB.